الله الرحمن الرحيم. طبعا المساعد كريم عبد الله الكعبي من اداره التفتيش الامني كيناين تابع للقياده العامه لشرطه ابو ظبي. اشكركم على استضافتنا، وطبعا دورنا فعال في معرض الصيد والفروسيه لسنه 2015. مشاركتنا مع الكلاب المستخدمه في اداره التفتيش الامني في سلك الشرطه، في تعريف الجمهور وتحبيب الجمهور على استخدام الكلاب، شو طبيعه عملنا وكيف التقرب واستخدام الكلاب في انهاء المهام. فاختصر عملنا على الترفيه في شد الحبل والبالونات، وايضا في رمي الاقماع، وتعريف الجمهور في القضايا طبعا، وتعريفهم في اهميه الكلاب المستخدمه في الكشف عن سلسله النخيل الحمراء في حصر في على مستوى الشرق الاوسط في دوله الامارات العربيه المتحده بالتعاون مع شركه الفوعه للتمور في العين. وايضا عندنا فريق البحث والانقاذ الدولي الحاصل على الليسن الثقيل في الكوارث الطبيعيه، في سواء في الانهيارات المباني او في الزلازل. خلينا الجمهور يتقرب إلينا باستخدام الأطفال ومشاركة الأطفال معانا في الاستمتاع طبعا. وأيضا من بين الكلام طبعا وجهت للجمهور شو الأساليب التدريب وشو أنواع الكلاب المستخدمة، أنواع كثيرة، والجمهور الحمد لله تقبلنا بصدر رحب. هي العلاقة بين المدرب والكلب علاقة وطيدة، وطبعا هم عارفين مصطلح العالم ان الكلب وفي، فاحنا عندنا اساليب تدريب. هي العلاقة الارتباط بين المدرب والكلب، اذا ما وجدت الارتباط والرغبة طبعا لا ينجد العمل. فهي اساس العمل الارتباط والرغبة والشجاعة ايضا. فهني ساعدنا بأريحية ان نؤدي واجبنا بكل اريحيه وبالشكل المطلوب. نحن شركه لبنانيه اسمها جولد تروفي، مقربة لبنان وبرومانيا. بنتعاطى أمور الصيد، بناخد صيادة على رومانيا. عنا بنملك أرض برومانيا أكثر من 300,000 هكتار بمنطقة دانوب، عنا 8,000 هكتار بمنطقة أورادا على الحدود مع هنغاريا. عملية الصيد بتصير بطريقة نحترم قوانين الصيد الأوروبية، بيكون كل شيء منظم، الباكجز بناخدهم من لبنان على رومانيا. معرض كتير حلو، بيقدر يأمن لنا نوعية زباين اللي هي نحن عم نطلبها، لأنه الشعب براكي ومرتب وبحب هيدا هالسقافة، ونحن بنقدر نفوت له سقافة جديدة هي سقافة الصيد يلي هن بسموها شوتينج. أدونيس الخطيب، رئيس تحرير مجلة صيد ورئيس مركز الشرق الأوسط للصيد المستدام، وأنا كمان بجمعية حماية الطبيعة SPNL مدير ملف الصيد المستدام اللي عم نشتغل عليه بيتعلق بكل شيء خاصه بموضوع الصيد المستدام بلبنان. نحن اللي عملناه بلبنان بموضوع الصيد انطلاقة مهمة بموضوع الصيد المستدام، كل صياد بده يعمل امتحان بأندية الرماية ليحصل على شهادة نجاح ليقدر ياخذ رخصة على أساس الصيد المستدام اللي عملناه، اللي بيفرق بين الصياد والقواص. الصياد هو صديق الطبيعة، في مفهوم خاطئ عن الصياد أنه هو مضر بالطبيعة، فالقواص هو اللي عنده جهل أو عنده نوع من عدائية تجاه الحيوانات، فنحن بنفرق بيناتهم مثل ما بنفرق بين الطير والطريدة، الطريدة هي مسموح صيدها والطير هو ممنوع صيدها. جاسم محمد، فارس من فرسان نادي الظبيان الفروسية، ونحن دورنا هني يعني ان نحفز الشباب، نحفز الاطفال
نحفز البنات عسبة انهم يركبون. يعني هواية الخيول الفروسية مش انها هواية صعبة او هي انها تتعلم، ويعني نعلمهم الرسم، انهم يعني يحبون الحصان. انا اسمي مهرة، انا جيت عشان الون، لونت حصان لونه احمر واسود وحبيبي. امي وابويا علموني كيف اركب في الحصان. انا اسمي ايا وعندي 7 سنين. اليوم جيت ارسم ولونت 2 حصان بس كنت 5 عالسكول. رحنا كلنا وركبنا حصان وبعدين ركض الحصان، بعدين كنت رحوقة بس تهديت. تعرفت على الحصان صراحة من طرف أخوي، لأن بالبداية كنت صغير فكان عنده حصان فهو كان يركبها دائما، فكنت أحب إنه أتعرف شو هالشيء، يعني شو هالمخلوق. فيوم صرت وإن تميت أتمسح وتعودت على الحصان فحبيت شيء اسمه حصان. العلاقة بين الفارس والحصان علاقة تواصل، يعني تعرف إنك كيف تكتسب قلب الحصان والحصان يكتسب قلبك، إنك أنت ما راح تأذيه، انك انت ما راح تصيب اي مكروه. يعني تحسس الحصان ان انت امان بالنسبه له، وان الحصان يحس انك انت امان. يعني الحصان بروحه يباك يتم معاه.